طيب، احنا هسه هيك بنيجي نكمل ان شاء الله الاشي اللي بدأناه في الفيديو السابق، اللي هو مواضيع الابليكيشنز للفورير ترانسفورم. الابليكيشنز للفورير ترانسفورم، اول هم ثلاث ابليكيشنز، ابليكيشنز سهلين كثير. اول ابليكيشن اللي هو الانرجي سبيكترم، البير سيفالز ثيورم، ومش مهم اذا نطقته صح. المهم هاي الثيورم او هاي النظريه بتطلع لك ايش؟ بتطلع لك الطاقه المختزنه في السيجنال. يعني السيجنال فيها طاقه، هاي الطاقه المختزنه بنطلعها عن طريق البيرسيفالز ثيورم. الها قانون. هسه شو الطاقه، شو الفانكشن تبع الطاقه لاي سيجنال، لاي سيجنال احنا موجود عندنا اي سيجنال، الفانكشن تبع الطاقه هو كالتالي: اي بتساوي تكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي اف تي تربيع دي تي. يعني انا بكامل مربع الفانكشن من سالب انفينيتي لانفينيتي، انا هيك بوجد الطاقه المختزنه داخل هاي السيجنال او داخل هذا الفانكشن. لهسه الامور طيبه. لما يكون الفانكشن اود عفوا ايفن، لما يكون فانكشن ايفن او اود او اود هذا الفانكشن او هذا التكامل ممكن يتوزع، يصير كالتالي: يصير صفر لانفينيتي اثنين. يعني انه كونه في تربيع، فالايفن والاود مش حيفرقوا عن بعض. وبقدر اخذ نص التكامل، يعني بدل ما يكون من سالب انفينيتي لانفينيتي اخذه من صفر لانفينيتي ويعطيني نفس واضرب باثنين يعطيني نفس الجواب. مش هون لهسه ما وصلنا للنظريه. النظريه شو بتحكي؟ النظريه بتحكي انه انا بقدر اوجد الطاقه للسيجنال عن طريق ايش؟ عن طريق الفوريير ترانسفورم. والقانون كالتالي: وتساوي 1 على 2 باي 1 على 2 باي التكامل من سالب انفينيتي لانفينيتي للماجنيتيود للفوريير تربيع دي اوميجا. حلو كثير. إشي مفروغ منه ودائما كلنا بنعرفه، انه الماجنيتيود للفورير ترانسفورم او الاف الاوميجا اللي هي الفريكوانسي سبيكترم شو مالها؟ ايفن. مالها ايش؟ ايفن. فعلى طول هاي ممكن تصير على هاي الصيغه، او انها يعني من صفر لانفينيتي، يعني تصير من صفر لانفينيتي واحد على باي اني ضربت باثنين. هذا هو لوب فكرة البيرسيفالز ثيورم. إيش كثير بسيط، بحكي لك إنه الإنرجي هاي قانونها بالتايم دومين بتساوي هذا القانون بالإيش؟ بالفريكوانسي دومين. إحنا أخذنا إشي بيشبهه عن الباور بالفورير سيريز، بس هسا إحنا بنتكلم عن إنرجي كونه إيش؟ كونه السيجنال كونتينيوس، كونه السيجنال كونتينيوس. عندنا سيجنال هون، طبعا هذا التكامل هو المساحة اللي تحت الماجنيتيود للفورير على 2 باي. حلو كثير. عندنا هنا مثال، معطينا رسمه. هاي الرسمه فيها هاي الرسمه محاورها اوميجا بالاضافه لا ايش؟ للماجنيتيود تربيع للفورير ترانسفورم. هسه بشكل عام هذا التكامل، ممكن واحد يقول يا هسه احنا ما خلصناش من تكاملات فورير والسي كي والسيريز والترانسفورم عشان يجينا تكامل جديد. لا، هذا مش تكامل، يعني هذا هو صح تكامل بس اشي بسيط، اللي هو ايش؟ اللي هو بالعاده بنستخدم فيه المساحه، يعني نادرا ما يجي الدكتور يقول لك والله هاي الفورير ترانسفورم يساوي كذا او جد للانرجي، تيجي انت تروح تربع وتيجي انت تروح ايش؟ توجد التكامل، نادر. فاحنا بالعاده بتكون هاي الفكره، يقول لك فايند اي تي الانرجي لكل السيجنال اي توتال. يعني فانت شو بتيجي تقول له؟ بتيجي تقول له اي توتال ايش بتساوي؟ اي توتال ايش بتساوي؟ بتساوي التكامل على 2 باي من سالب انفينيتي لانفينيتي لايش؟ للماجنيتيود تربيع. طب انا اصلا عندي الماجنيتيود تربيع، فبالنسبه لدي اوميجا هو عباره عن المساحه على 2 باي، مساحه هاي الرسمه على 2 باي. فانا شو اللي بسوي؟ بوجد التكامل مساحه الرسمه من سالب انفينيتي لانفينيتي، لكن اصلا اف الاوميجا التربيع مش موجوده غير من سالب 10 ل 10، فهي زي كانها من سالب 10 ل 10. بوجد المساحه الكليه، وبطبيعه الحال كونه المساحه اللي موجوده هون
نفس المساحة الموجودة هون. فك لو اني اوجدت المساحة اللي موجودة هون بس وضربتها باثنين بكون ايش؟ بكون اوجدت الانرجي. فعلى طول اثنين في واحد على اثنين باي، هاي اثنين بتروح مع الاثنين. احنا حكينا انه لما استخدم من الصفر، لما استخدم من الصفر يعني بس جزء من الصفر للانفينيتي بضرب باثنين، بضرب باثنين. شو ضل اوجد؟ اوجد المساحة. شو المساحة؟ المساحة اللي هون قديش؟ المساحة اللي هون 60، اللي هي مساحة مربع عرضه 6 طوله 10. المساحة اللي هون يعني هاي اول شيء نكتب 60 زائد. المساحة اللي هون قديش؟ المساحة اللي هون مساحة مثلث، قاعدته 4 وارتفاعه 10، نص القاعدة في ارتفاع، يعني نص الأربعة اللي هي 2 في 10 يعني 20. يطلع الجواب 80 على ايش؟ 80 على باي. 80 على باي. find e الاوميجا within minus 6 to 6، يعني انا بدي المساحة او بدي الانرجي المختزلة من سالب 6 للستة. قال لك من سالب 6 للستة، فانت بتحسب من الصفر للستة وتضرب باثنين مثلا. طبعا الانرجي تذكر، ومش بس المساحة، بدك تقسم على 2 باي، لازم تقسم على 2 باي. يعني اذكر في ناس كانوا يلخبطوا، يقول لك الانرجي مثلا من سالب 6 للستة هي عبارة عن المساحة، عبارة عن القاعدة في الارتفاع، القاعدة 12 الارتفاع 10 على طول، 12 في 10 قديش؟ 120. خلاص الجواب 120. غلط. ليش غلط؟ لانه نسي يقسم على 2 باي اللي هي بتطلع 60 على باي. تمام. فاحنا حرين يعني بدنا نوجد من صفر لستة ولا من سالب ستة لستة، نفس الاشي، بس انه يا بتقسم على اثنين باي يا بتقسم على باي. لما توجد من صفر لستة بدك تقسم على باي، كونك اخذت نص المسافة، كل المسافة بدك تقسم على ايش؟ على اثنين باي، هيك القانون. فانا بدي اخذ كل المسافة كون اخذنا هون نصها. القاعدة اللي هي 12 ضرب الارتفاع اللي هي 10 على 2 باي، يطلع الجواب هو 60 على باي. 60 على باي. هاي هي فكرة الايش؟ فكرة حساب الطاقة، فكرة حساب الطاقة المختزلة في اي سيجنال. حساب الطاقة مش اشي فقط انه نظري، وانه يلا شو الطاقة الموجودة، إذا ما بدي الطاقة ما بتفيدني. لا، هاي النظرية كثير بتفيدني، كوني أنا ساويت في البداية أول ما بلشت، ساويت بين تكاملين، ساويت بين تكامل بالتي بالتايم دومين مع تكامل ثاني هو نفسه هو مساواة. لاحظوا إحنا دائما ما كناش نساوي، كنا نيجي نقول لك هذا هذا التايم دومين بتحول لفورير ترانسفورم، هم ما بيساووا بعض، هم بتحولوا يعني لبعض، لكن هذا التكامل هون مساواة، هذا التكامل نفسه، هذا التكامل نفسه نفس الجواب نفس القيم. فإذا ما بقدر أعمل هذا التكامل، بقدر أعمل هذا التكامل، وين المشكلة؟ فإحنا بنيجي هون، هذا مثال على تكامل مستحيل ينحل، مستحيل ينحل، أو من الأمثلة الكثير صعب إنها تنحل. عن طريق الفورير بحله، عن طريق الفورير وعن طريق البيرسيفالز ثيورم، إذا أني بنطق اسمها صحيح، بنحل بكل بساطة. أول شيء هذا إنرجي، هذا إنرجي صح؟ يساوي نص تكامل من صفر لإنفينيتي لإيش؟ لسينك، سينك الإكس تربيع، صحيح؟ دي إكس إنرجي ولا مش إنرجي؟ شو يعني إنرجي سبيكترم؟ يعني تكامل من صفر لإنفينيتي لو كانت إيفن، أو من سالب إنفينيتي لإنفينيتي لو شو ما كانت. طبعا السينك إيفن، السينك معروف رسمة السينك، هيك رسمة السينك، اللي على اليمين نفس اللي على الشمال. فهو التكامل من صفر للإنفينيتي لإيش؟ للسينك تربيع. فهي فعلا هي رسمة، أو هو تكامل إيش؟ تكامل إنرجي. كونه تكامل إنرجي بقدر أستخدم قانون الإنرجي. شو قانون الإنرجي بيقول لك؟ بيقول لك إذا أنا عندي تكامل، هي بما انه من الصفر للانفينيتي بقدر امشي على طول من هون، اذا من الصفر للانفينيتي مضروب باثنين بيعطيني واحد على اثنين باي، من سالب انفينيتي للانفينيتي اف الاوميجا تربيع تي اوميجا. تمام. اف الاوميجا لايش؟ لاف التي. وين اف التي؟ هي السينك. فانا باجي هون، باجي احكي لك كالتالي، يساوي النص بده يطلع على جنب، النص بده يطلع على جنب، من الصفر للإنفينيتي هذا عبارة عن نص، عبارة عن نص إيش؟
عبارة عن نص الانرجي، لانه من سالب انفينيتي لانفينيتي هي كل الانرجي، من صفر لانفينيتي هي نص الانرجي، فانا راح احكي نص الانرجي. شو قانون الانرجي؟ عبارة عن ايش؟ عبارة عن تكامل سالب انفينيتي لانفينيتي. السينك، حول السينك لايش؟ لركت. حول السينك لركت. شوي نحول السينك لركت عن طريق الدواليتي، تعلمناها بس مرة ثانية مش غلط. ركت تي على تي كابيتال تعطيني تي سينك أوميجا تي كابيتال 2، صح؟ فإذا بتساوي بالعكس تي سينك التي سمول تي كابيتال 2، شو بتعطيني؟ تعطيني ركت في 2 باي، طبعا 2 باي ركت ايش؟ ركت الاوميجا على تي كابيتال، ركت الاوميجا على تي كابيتال. وانا هون عندي سينك الاكس، يعني سينك التي، يعني تي كابيتال قديش قيمتها؟ 2، لانه 2 على 2 بدها تصير 1، فبدها تصير 2 سينك التي تعطيني 2 باي ركت الأوميجا على 2، واقسم الاثنين بيطلع باي ركت باي ركت الأوميجا 2، باي ركت الأوميجا 2، فبدك تحطهم بدالها باي ركت الأوميجا على 2 تربيع دي أوميجا. ضل شغلة واحدة صغيرة، هذا التكامل، هذا التكامل احنا حكينا انه نص الانرجي الكلية، بس الانرجي الكلية مو بس هي قانونها، يعني قانونها بالفريكوانسي مو من سالب انفينيتي لانفينيتي في الفريكوانسي، او في الفريكوانسي سبيكترم او الفورير ترانسفورم تربيع دي اوميجا، لا في هنا واحد على 2 باي، في واحد على 2 باي. لهسه اظن الامور يعني واضحة جيدة جدا، بيطلع الجواب واحد على 8 باي. هسه بدنا نكامل هذا، بدنا نكامل هذا المقدار. طلع الباي تربيع لبرا، يصير باي تربيع، تمام؟ في تكامل ركت، في تكامل ركت تربيع، معروف انه الركت لو ربعتها ما حيتغير اشي. ليش ما حيتغير اشي؟ لانه بكل اختصار الركت عبارة عن ايش؟ قيمتها قديش؟ واحد، فانت ربع الواحد ضلت واحد. طبعا بعد ما طلعنا الباي، هيها باي تربيع صارت، فبصير تكامل الركت، ركت الاوميجا على 2 دي اوميجا من سالب انفينيتي لانفينيتي. الركت وظيفتها نفس وظيفة اليو، نفسها. شو بتسوي؟ بتسوي مساحة، بتسوي مساحة، بتسوي بتسوي شو بسموها، نسيت شو اسمها، بتسوي حدود intervals، تمام؟ فبتصير هون عندي باي على 8 في تكامل الحدود اللي شكلتها الركت، ركت الأوميجا على 2 من وين لوين؟ هاي من سالب 1 لواحد، من سالب 1 لواحد، فهي من سالب 1 لواحد في دي أوميجا، في دي الأوميجا كامل من سالب 1 لواحد دي الأوميجا، تصير إيش؟ باي على 8 في 2 تساوي باي، تساوي باي على 4. هذا التكامل مستحيل حل، أو إشي صعب جدا، حتى على علماء الرياضيات. لما يكون، طبعا لما يكون في تايم دومين، لما نقلناه للفريكوانسي دومين تكامله زي المي، يعني شوربة. أنت لما تيجي تشتغل على الركت، الركت إيش؟ الركت على طول على طول بتعطيني إيش؟ بتعطيني حدود للتكامل، وانت قاعد بتكامل واحد، بتكامل ثابت. الموضوع كثير سهل، كثير كثير سهل. فطلع الجواب قديش؟ طلع الجواب باي على 4، باي على 4. هاي اول خاصيه كانت، هاي او اول مش خاصيه، اول ابلكيشن على الفورير ترانسفورم. هذا الابلكيشن كثير مهم، وفهمنا، واظن نوعا ما فهمنا ليش كثير مهم. هسه بدنا ايش؟ بدنا ننتقل للابلكيشن ثانيه. هاي الابلكيشن نوعا ما يعني مش كثير مستخدمة، أو هي مستخدمة كيف ما لناش دخل باستخداماتها العالمية، بس إحنا قصدي مش كثير بيجيبوا عليها أسئلة عنا بالامتحانات. ما بيهمنا، إحنا عنا قانون منطبق عليه، هو موضوع كثير سهل. إحنا اتفقنا من قبل إنه الفورير سيريز هو للبيريوديك، والفورير ترانسفورم للنون بيريوديك، وبقدر أطبقه على إيش؟ على البيريوديك فانكشن. افرض أنا عملت فورير ترانسفورم لنون بيريوديك فانكشن، مثلا مثلا دلتا، مثلا يعني عملنا شيء نون بيريوديك، وجدنا له ايش؟ اوجدنا الفورير ترانسفورم.
هسه ايش بدي اوجد؟ بدي اوجد فوريير ترانسفورم لهذا الفانكشن لو تكرر، لو تكرر. يعني افرض الريكت تكررت صارت ريكتات، افرض ال افرض ال الدلتا صارت دلتات مثلا، افرض الواحد على اي زائد جي اوميجا ظلت تتكرر وهكذا. كيف نوجد الفوريير للفانكشن الجديده؟ يقول لك موضوعها كثير بسيط. قانون، هو طبعا القانون ما اجى بسهوله، بس احنا لما نشتغل على القانون فالموضوع بيكون بسيط. القانون شو بيحكي؟ بيحكي لك اول شيء بتضرب اوميجا نوت. اوميجا نوت هاي معطاه غالبا او انت بتقدر توجدها، هاي الفاندمنتال فريكوانسي ذاكرين ايام الفوريير ترانس فوريير سيريز، هي الفاندمنتال فريكوانسي في المجموع من ان من سالب انفينيتي لانفينيتي في اف ان اوميجا نوت. يعني الفوريير ترانسفورم عند قيم عباره عن مضاعفات اوميجا نوت فقط. رجعنا لايام الفوريير سيريز، يعني الفوريير ترانسفورم اذا عوضت فيه بس مضاعفات الان اوميجا نوت وضربته في دلتا اوميجا ماينس ان اوميجا نوت راح يعطيني فوريير ترانسفورم لبيريودك سيجنالز. خلينا نفهم بس شوي. الاوميجا نوت هي الفاندمنتال فريكوانسي، اف ان اوميجا نوت هي نفسها اف الاوميجا، بس ايش لما عوضت عندها بدل الاوميجا ايش بتساوي؟ ان اوميجا نوت. شو وظيفه الدلتا؟ شو وظيفه الدلتا؟ الدلتا احنا حكينا عنها بالفيديو الماضي. الدلتا وظيفتها تخلق لي اشاره ديسكريت من 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 دومين كله كونتينيوس. فمش احنا قلنا وظيفه الدلتا او اساس الدلتا انه اي ايش بنضرب فيها بتعوض فيه صفر الدلتا. حلو، حلو كثير. هاي فعليا شو كانت؟ فعليا كانت اف الاوميجا، كانت فعليا اف الاوميجا. بلشنا من ان سالب انفينيتي، بلشنا من ان سالب انفينيتي، فشو عوضنا هون؟ دلتا الاوميجا زائد انفينيتي زائد انفينيتي. حلو. فشو صفرها؟ شو صفر الدلتا هاي؟ سالب انفينيتي. بتعوض هون سالب انفينيتي، نفس الان، نفس الان. طيب مثلا على سبيل المثال وصلت عند ان خمسة، مثلا وصلت عند ان خمسة، شو هون؟ اوميجا ناقص خمسة اوميجا نوت. شو صفر الدلتا؟ ناقص خمسة اوميجا، عفوا خمسة اوميجا نوت. ما هي اوميجا ناقص خمسة اوميجا نوت، فشو صفرها؟ خمسة اوميجا نوت. فشو بدك تعوض بالاف؟ اي اشي مضروب بدلتا منعوض فيه صفر الدلتا، فبتعوض خمسة اوميجا نوت. من هون اصلا اجت انه ان اوميجا نوت، يعني هي اف الاوميجا عند اوميجا تساوي اوميجا ان اوميجا نوت، مش لاشي بس لانها مضروبة بمجموعة لا نهائية من الدلتات هتخلق لي الديسكريت سيجنال. يعني هاي مجموع، سيبكم من الاف اف الفوريير ترانسفورم، مجموع من دلتات من اوميجا ناقص ان اوميجا نوت. تعرف كيف رسمتها حتكون؟ حتكون رسمتها هيك، ان من سالب انفينيتي بضلها تزيد بضلها تزيد، كل ما تزيد بتعطيني صفر جديد للدلتا، كل ما تزيد تعطيني صفر جديد للدلتا، لحد ما تصير ايش تشوفها انت، لحد ما تصير تبين على القريب من ايش، قريب من الصفر وهكذا. فهاي اوميجا نوت، هاي 2 اوميجا نوت، هاي 3، وهون سالب اوميجا نوت، سالب 2 اوميجا نوت، سالب 3 وهكذا. تمام. فانا عندي اف فوريير ترانسفورم للسيجنال اللي مش بيريوديك. شو سويت؟ صرت اضرب هاي الاف في مجموع الدلتات، فصارت القيمه مثلا افرضوا انه كان زي هيك، مثلا كان هيك الاف، شو اللي راح يصير؟ راح تتسيف هالنقطه. كل نقطة انضربت بدلتا راح تثبت مكانها. فأنا انتقلت من عالم الكونتينيوس لعالم الديسكريت، طبعا بضرب أوميجا نوت. أبسط مثال على هالموضوع بيقول لك أوجد لي فوريير ترانسفورم لإيش؟ لريكت. بس هاي الريكت شو مالها؟ يعني هاي الريكت ضحك علينا، هاي الريكت شو مالها؟ قاعدة بتتكرر. فأنا شو بحكي؟ بدي أوجد أول شيء أف الأوميجا للريكت وهي بتتكررش. شو الاف الاوميجا للريكت وهي بتتكررش؟ عباره عن ايش؟ عباره عن تي كابيتال. شو تي كابيتال هون؟ استنى خليني اكتب الفانكشن الاصلي. اف تي هون شو بتساوي؟ العادي الصغير، هذا الصغير اللي هو الريكت العاديه، شو بيساوي؟ بيساوي اي، كونه مضروب في اي او انه ارتفاعه اي، في ريكت الايش؟ ريكت التي على ايش؟ على دي. ليش؟ انه من سالب دي على 2 لدي على 2 المسافه الكليه في المقام ايش؟ دي، فهي على دي. تمام.
تمام. فمن الحكي هذا عندك ايه؟ عندك دي، احنا كنا نحكي تي كابيتال بس هسه دي. في ايش؟ في سينك اوميجا تي كابيتال اللي هي صارت عندي دي على 2. صح صح 100%، ما فيها اي معلومه او شائبه او معلومه خاطئه او شوائب. هسه ايش بدي اوجد؟ اوجد اف بيريدك. اف بيريدك ايش بتساوي؟ اف بيريدك بتساوي اوميجا نوت في مجموع من انفينيتي لسالب انفينيتي. اف اوميجا بتعويض بدل كل اوميجا ان اوميجا نوت. بس انت شو اللي عليك تسوي؟ تيجي تقول لي ايه دي سينك ان اوميجا نوت دي على 2 في ايش؟ في دلتا، في دلتا اوميجا ناقص ان اوميجا نوت. دائما تذكروا فكره انه انا لما اضرب بدلتا هدفي اني احول الكونتينيوس لايش؟ لديسكريت. احول الكونتينيوس لديسكريت. وفكره انه اوميجا ناقص ان اوميجا نوت اني انا بكون دلتات عند مضاعفات الان اوميجا نوت، وهي الدلتات لما اجمعهم مع بعض ما راح يجمعوا بعض. ليش؟ لانه كل واحد بمكان، كل واحد بمكان. لما اضربهم باي فانكشن راح يشكل لي نقاط اماكن وجود الدلتا، اماكن وجود الدلتا. هاي النقاط هي اصلا ديسكريت، هي ديسكريت نقطه نقطه نقطه، هي ديسكريت. تمام، شوفوا كيف ما اسهله. قانون، احفظ القانون وطبقوا عليه. ممكن واحد يقول لي يا اخي بشار السيجنال الرياضيات ليش نضلنا نحفظ؟ والله يعني كماده سيجنال اذا بدك تقعد تشتق كل شيء من الصفر راح تتعب، لانه الماده مش مهيئه لهالشيء. كثير الماده بتشتغل اثباتات وامور عشان توصلك لنتيجه، هاي النتيجه انت اللي بدك تستخدمها غير هيك لنفسك، لانك تستوعب او كيف بدي احكي عشان تقتنع انه هذا الحكي صح. يعني مثلا هذا الفورير للبيريدك سيجنالز، نصيحه مني يروحوا او اي حدا يروح يقتنع انه هذا الحكي صح ولا غلط بالاثبات، بس يقتنع خلاص يحفظ القانون ويشتغل عليه، يحفظ القانون ويشتغل عليه. اخر نقطه في الابلكيشنز اللي هي ايش؟ السامبلينج ثيوريم، اللي هي السامبلينج ثيوريم. احنا هسه حكينا عنها واحنا مش قاصدين حنرد نحكي عنها. السامبلينج ثيوريم شو معناها؟ معناها انا عندي سيجنال هاي السيجنال ايش مالها؟ كونتينيوس. يعني اي كونتينيوس سيجنال، مثلا زي هيك، مش مهم شو السيجنال الكونتينيوس. هاي الكونتينيوس سيجنال بدي اخليها سامبلز، بدي اعملها نقاط، بدي اخليها ديسكريت. انا بدي احولها لايش؟ لديسكريت. فراح اخذ قيمتها عند مضاعفات نقطه معينه اسمها التي سامبلينج. ان تي سامبلينج يعني 2 تي سامبلينج، 3 4 ان تي سامبلينج. اعرف هون قديش قيمتها، هون قديش قيمتها، هون قديش قيمتها، وهكذا. هون قديش هاي القيمه اللي انا اوجدتها اللي هي ايش؟ اللي هي القيم الديسكريت للسيجنال، القيم الديسكريت للسيجنال. تعمل سامبلينج للسيجنال الكونتينيوس، بتصير هاي الكونتينيوس شو بتصير؟ بتصير ديسكريت. الكونتينيوس بتصير ديسكريت. بنشتغل على السامبلينج ثيوريم وبنشتغل عليها لحد ما ايش؟ طبعا يعني انتوا عارفين كيف جبنا السامبلينج، تونا حكينا عنها انه ضربنا بدلتا، يعني هي هيك اكس تي سامبلينج ايش بتساوي؟ بتساوي اكس تي العاديه مضروبة بمجموعة دلتات، مضروبة بمجموعة دلتات من سالب انفينيتي للانفينيتي. شو اسمه؟ دلتا في ايش؟ في تي ناقص ان تي سامبلينج. هاي بنسميها تي سامبلينج، انه الزمن اللي بناخذ عنده اول سامبلينج وبنضلنا ناخذ عند مضاعفاته. اول صورة يعني، اول صورة. حلو كثير، لهسا الحكي حلو. هسا بيحكي لك السامبلينج ثيوريم، انا ما بقدر اخذ التي سامبلينج اي نقطه بدي اياها. يعني هسه ممكن واحد يتهيأ له يجي يقول انا باخذ التي سامبلينج 5 او باخذها 10 او باخذها مليون او باخذها 0.5، مش فارقه، انا قاعد بعطي سامبلينج او بعطي صور او باخذ صور من السيجنال بس بمسافات متفاوته، مش هالفرق العظيم. كلامه صح، لكن لما نيجي للرياضيات راح نواجه مشكله. وين؟ لما نيجي نحول لوين؟ للفوريير، او مش للفوريير، نحول للفريكوانسي دومين عن طريق الفوريير ترانسفورم. بقول لك لما تيجي تحول انت للفريكوانسي دومين
راح يطلع عندك اكس سامبل الاوميجا، اكس سامبلينج الاوميجا ايش بتساوي؟ بتساوي 1 على تي اس ايش مضروبه في ايش؟ في المجموع تبع ايش؟ لاحظوا انه مش مجموع دلتات هالمره، مجموع اكسات، اكس الاوميجا ناقص ان اوميجا نوت. شو معنى هالحكي؟ معنى هالحكي انا عندي سيجنال ديسكريت، ديسكريت انا عملتها بايدي عن طريق السامبلينج. هاي السيجنال رحت شو سويت؟ رحت اوجدت لها فوريير ترانسفورم. تفاجأت انه صارت عباره عن ايش؟ صارت عباره عن الفوريير للسيجنال الاصليه مكرر عدد لا نهائي من المرات. يعني مثلا افرض هاي فرض من عندي، افرض ان الفوريير للسيجنال الاصليه كان بشكل مثلث بهذا الطريقه، هاي اوميجا كات 1 اوميجا كات سالبها هون الصفر. فعن طريق هاي النظرية شو بحكي لك؟ بحكي لك انه ايش؟ اكس الاس شو بتساوي؟ بتساوي 1 على تي اس، هاي بس بتأثر بالامبليتيود مش مهم كثير. مضروبة في ايش؟ في مجموع الاكسات، كل اكس قاعدة بتزيح بمقدار اوميجا نوت عن اللي قبلها، كل اكس اوميجا يعني. فرح تصير كالتالي، ولو بدي اكمل رح يصير كالتالي. شو اللي صار بالضبط؟ بيقول لك انا عندي سيجنال كونتينيوس، خليتها ديسكريت عن طريق السامبلينج ثيوريم. تفاجأت انه انا السيجنال لما اوجدت لها فوريير ترانسفورم اعطتني نسخ من الفوريير ترانسفورم الاصلي، قديش ازاحت هاي النقطه، ازاحت هاي السيجنال عن هاي السيجنال؟ قلنا اكس كل ان بتزيد اوميجا نوت واحدة. يعني لما كانت ان صفر اعطتني هاي، لما كانت ان واحد تعطيني هاي، قديش بتزيد؟ اوميجا نوت. لما كانت ان 2 تعطيني 2 اوميجا نوت الازاحه. في شروط لازم تحققها، تحققها السيجنال لما اعملها سامبلينج. عشان هيك هاي الشروط تمنعني اختار اي تي اس بدي اياها، اي تي سامبلينج بدي اياها. ما بقدر اختار اي سامبلينج بيريود زي ما بدي. ليش؟ لانه في شروط هون لازم تبين. شو الشروط؟ بحكي لك شو هاي القيمه. هاي القيمه عباره عن اوميجا نوت ناقص اوميجا سي، هذا المقدار اوميجا سي، هي اوميجا سي صح. فهو عباره عن اوميجا نوت ناقص اوميجا سي. شرطي انه ما يصير تداخل، هاي النقطه ما تتداخل مع هاي النقطه، ما يخشوا مع بعض. ممكن يلمسوا بعض ما عنديش مشكله، يعني لو صار زي هيك ممكن يلمسوا بعض ما عندي مشكله، اما يصير تداخل وفي يصير مساحه بيناتهم هذا إشي ممنوع قطعا، وراح يخرب عمليه السامبلينج، فانا كل شغلي راح يكون على انه اثبت هالمعادله اللي هي إن أوميجا نوت ناقص أوميجا سي شرط علي إنها تكون أكبر من إيش؟ أكبر من أوميجا سي أو تساويها، شغل بسيط على المعادلة. صارت أوميجا نوت إيش بتساوي؟ أكبر من أو يساوي 2 أوميجا سي. هاي المعادلة هي أهم معادلة في السامبلينج. بيقول لك إنه الأوميجا نوت، شو الأوميجا نوت؟ اللي هي الفريكوانسي تبعت السامبلينج، الفريكوانسي تبعت السامبلينج اللي انت بدك لسه تعرفها، انت ايش بدك لسه تعرفها، اكبر من ايش؟ من 2 اوميجا سي. شو اوميجا سي؟ اوميجا سي اللي هي ايش؟ بعد او اخر فريكوانسي للفوريير ترانسفورم. يعني هاي الفوريير ترانسفورم من الصفر بيروح يمين وبروح شمال، اشي طبيعي. ليش اشي طبيعي؟ لانه ايفن، لانه الماجنيتود له هي ايفن، فبروح يمين وبروح شمال. المقدار اللي راح له يمين او اللي راح له شمال هو الاوميجا سي، هو الاوميجا سي. نلعب شوي بالمعادله. احنا شو قلنا؟ اوميجا نوت عباره عن ايش؟ عباره عن 2 باي على تي سامبلينج. ليش؟ لانه انا توني حكيت انه الاوميجا نوت هي الفريكوانسي للسامبلينج، فاكيد في معادله بيناتهم تربطهم. هاي المعادله يعني استهلكناها بالفوريير سيريز اللي هي تي اس في اوميجا نوت تعطيني 2 باي، او مش تي اس يعني البيريود لاي سيجنال في الفريكوانسي لاي سيجنال، طبعا الراديان فريكوانسي بتساوي 2 باي، الاوميجا نوت هي نفسها، او هي لنفس السيجنال تاعت التي اس. يعني الاوميجا نوت والتي اس تي سامبلينج هم لايش؟ لنفس السيجنال. طيب او لنفس السامبلينج اللي احنا بنعملها. ما علينا، هسه كله ببين ان شاء الله. فراح تصفي عندي ايش؟ عندي 2 باي على تي اس اكبر من او يساوي 2 اوميجا سي، 2 اوميجا سي.
تمام، اشطب الاثنين مع الاثنين، ودي التي اس لهون، ودي الباي، ودي الاوميجا لتحت، بصير عندي تي اس اقل من او يساوي ايش، بديش اشطب الاثنين، اعتبروني ما شطبته، تي اس اقل من او يساوي ايش، 2 باي على 2 اوميجا، اوميجا سي. تمام، 2 باي على اوميجا سي عبارة عن ايش؟ عبارة عن الفريكوانسي العادية، الفريكوانسي العادية، واحد على الفريكوانسي العادية. فراح تصفي عندي السامبلينج بيريود لازم تكون اقل من واحد على اثنين اف اف كات اف اف سي، واحد على اثنين اف سي. فاحنا شو اللي علينا نوجد؟ احنا علينا عندنا معادلات بدنا نثبتها، اللي هي او بدنا نشتغل عليها اللي هي هاي المعادلة اوميجا نوت اكبر من 2 اوميجا سي، او هاي المعادله اللي هي تي اس اقل من او يساوي 1 على 2 اف سي. ممكن واحد يقول لي طب يا بشار ليش ما اشتغل على هاي؟ اشتغل يا سيدي على هاي، انه ايش، انه تي اس اقل من او يساوي باي على اوميجا سي، بصير تشتغل عليها. نقطه مهمه، هاي نقطه كثير 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 مهمه، لازم نفهم شو اوميجا سي وشو تي اس. احنا فاهمينهم، يعني انا فاهمكم اياها من الرسمه، بس لازم نضلنا نستوعب انه الاوميجا سي بتتبع لايش؟ بتتبع للفريكوانسي دومين، يعني انا هي، انا وين حطيت الاوميجا سي؟ هيها لما اوجدت الفوريير. هل في اوميجا سي هون؟ حد يدور عن اوميجا سي؟ ما في اوميجا سي. طب اوميجا نوت تبعت لايش؟ تبعت للفريكوانسي والتايم. ليش تبعت للفريكوانسي والتايم؟ لانه هي اصلا احنا توني قلت انه في شرط على السامبلينج بيريود. انا قاعد بحط سامبلينج كل فتره وفتره وفتره، مش على كيفي، لازم يكون في شرط. هذا الشرط اصلا نتج كونه في علاقه بين التي اس والاوميجا نوت، اللي هم انه علاقه الاساسيه اللي بتربط بين الفريكوانسي والبيريود لاي سيجنال. فالتي اس بتساوي 2 باي على اوميجا نوت، والاوميجا نوت بتساوي 2 باي على تي اس. فالتي اس والاوميجا نوت، هسا التي اس وين بتنوجد؟ التي اس بتنوجد من السيجنال الاصليه، بس انا اللي بحددها. يعني بالعادي السؤال شو بيحكي لك؟ السؤال بالعادي هيك بيحكي، بقول لك انا عندي سيجنال، قديش احنا لنا نص ساعه، يلا لطيف، بقول لك انا عندي سيجنال، اوجد لي ايش، اوجد لي السامبلينج بيريود المناسب لها بدون ما يصير تداخلات. فالسامبلينج بيريود بالعاده هي مجهوله، هي شيء انا بدي اوجده. من وين بدي اوجده؟ من هاي المعادلات. ان شاء الله يعني تكون الامور واضحه. هذا المثال الاخير اللي حنختم فيه موضوعنا، اللي هو على السامبلينج بيريود. بيقول لك هاي اكس تي 2000 باي تي، واتس ذا مينيمم اف اس ايش يعني؟ يعني 1 على تي اس، اف اس 1 على تي اس، يعني زي ما خطر على بالكم اللي هي ايش، اف اس بتساوي 2 باي، لا عفوا، اللي هي اوميجا اس على 2 باي. طبعا شو اوميجا اس؟ احنا حكينا انها اوميجا نوت، مش قصه بدك تسميها اوميجا اس، بدك تسميها اوميجا نوت، مو معناها اي شيء. فهاي هي، او هذا هو السؤال، معطيك سيجنال سينك تربيع 2000 باي تي، بده يوجد اف اس، اقل قيمه الاف اس ويزاوت اليسينج. شو يعني اليسينج؟ ما بعرفش، مش ناطقها صحيح، لكن بدون ما يكون في تداخلات. طيب ممتاز، شو القانون اللي بدي اشتغل عليه على طول؟ يعني القانون جدا سهل، اوميجا نوت لازم تكون اقل من او يساوي ايش، 2 اوميجا سي، صح؟ ممتاز. انا بدي اوجد اف الاس، فاف الاس عباره عن اوميجا نوت على 2 باي، اوميجا نوت عباره عن 2 باي اف الاس، 2 باي اف الاس اقل من او يساوي ايش، 2 اوميجا سي. هسه ممكن اسالك سؤال، شو الأوميجا سي؟ هاي عند الـ XT عبارة عن سينك تربيع 2000 باي تي، شو الأوميجا سي؟ ممكن واحد يخطر على باله، إن شاء الله ما حدا خطر على باله هالإشي، إنه الأوميجا سي عبارة عن الفريكوانسي اللي بتكون هون. هسا شو الصيغة العامة للساين والكوساين؟ الصيغة العامة للساين والكوساين شو بتحكي؟ بتحكي لك إنه إيش؟ ساين أو سينك، يعني نفس الإشي، أوميجا تي، صح؟ فأي شيء مع التي هو الأوميجا. فممكن واحد يخطر على بالي يقول لي 2000 باي هي أوميجا سي. هسه هو تفكير جميل إنه على طول نطع الأوميجا، بس إحنا شددنا عليها كثير. أوميجا سي هاي تنوجد from frequency domain،
frequency domain. يعني احنا جبناها حتى هون، ما في اوميجا سي عندي بالتايم، يعني هاي التايم دومين ما في اوميجا سي. اوميجا سي انوجدت وين؟ بالفريكوانسي، لما عملنا الفوريير، لما عملنا الفوريير. فلازم نعمل فوريير، لازم نعمل فوريير عشان نعرف وين اوميجا سي، بس هذا الهدف. فاحنا نعمل فوريير، نعمل فوريير لهي السيجنال. السيجنال عباره عن اكس تربيع، نعملها فوريير. عندي سينكين، عندي انا سينكين مضروبين بعض. اذا بدي اوجد فوريير شو لازم اعمل؟ لازم اعمل ايش؟ لازم اعمل كونفولوشن بالفريكونسي، كونفولوشن بالفريكونسي. هسا هذا السؤال يمكن زنخ شوي، كونه انه في تربيع. لو ما فيش تربيع الامور بسيطه جدا، يعني لو ما في تربيع انا بحول السينك لريكت على طول، بشوف وين حد اليمين وين حد الشمال، فبعرف اوميجا سي قديش بالضبط. لكن انا ايش هسا بدي؟ بدي اعمل الكونفولوشن. خلينا نعمل كونفولوشن. موضوع بسيط جدا. اكس تي ايش بتساوي؟ بتساوي سينك 2000 باي تي ضرب 2000 باي تي ضرب سينك 2000 باي تي. على طول من الصفحه الماضيه او اللي قبلها احنا اوجدنا سينك. السينك سينك تي ايش بتعطيني؟ سينك تي بتعطيني باي سينك تي، لا عفوا هون سينك تي، تي كابيتال، سينك تي تي كابيتال على 2 شو بتعطيني؟ تعطيني 2 باي ريكتل الاوميجا تي كابيتال. تمام. انا شو هون عندي؟ عندي 2000 باي. فالتي قديش بدها تكون؟ التي قديش بدها تكون؟ بدها تكون 4000، يعني 4000 باي. ليش؟ يعني تي كابيتال، تي كابيتال لازم تكون 4000 باي عشان بتقسم مع 2 تكون 2000 باي. فالامور كالتالي، خلينا نحطها على طول تحتها. اكس اوميجا ايش بتساوي؟ بتساوي اول شيء 1 على 2 باي. هاي ال 1 على 2 باي جاي من الكونفولوشن، من البروبرتي الاصليه. شو بعدين؟ بعدين السينك. السينك بدها تصير ايش؟ بدها تصير شو بسموها؟ بدها تصير ريكت. تمام. خلينا نحطها هون، يعطون. فهي بتصير كالتالي 2000 باي سينك، عفوا 4000 باي، احنا حكينا 4000 سينك ال 2000 باي تي، صح؟ شو بدها تعطيني؟ بدها تعطيني ال 2 باي، تعطيني 2 باي فريكت الاوميجا على 4000 باي. تمام؟ تمام جدا. فانا ما عنديش 4000 باي. تمام؟ انا ما عندي 4000 باي، عندي بس سينك، فلازم اشيلها، اشيل الباي مع الباي واقسم على 4000 فبدها تصير 2000، لانه انا قسمت 2 عليها. بتصير قيم، يعني بتصير هون كلها قيم، يعني بتصير هون 1 على 2000، 1 على 2000 جاي من الثانيه. بس ايش كونفولوشن مع ايش؟ ريكت الاوميجا على 4000 باي، كونفولوشن مع ريكت الاوميجا على 4000 باي. خلينا احنا نشوف من وين الفانكشن ببلش. لاحظوا انه الاثنين متساويين تماما، يعني نفس يعني هسه هذا كله ما راح ياثر على اوميجا سي، كله ما راح ياثر على اوميجا سي. فاحنا خلينا نعمل كونفولوشن. احنا ما راح نعمل كونفولوشن، يعني انا ما راح اوجد معكم كونفولوشن، بس راح نعرف اوميجا سي قديش. هذا الاصلي ببلش من 2000 باي ل 2000 باي. تمام. نسالب 2000 ل 2000. هاي النسخة الثانية شو بدنا نسوي فيها؟ بدنا نقلبها ونصير نحرك فيها، نصير نحرك فيها إذا أنتوا ذاكرين. فهاي هون بتصير إيش؟ بتصير عندي هون أوميجا اللي هي قاعدة بتتحرك. هون عندي إيش؟ 2000 أوميجا زائد 2000 باي، هون أوميجا ناقص 2000 باي. متى راح يضربوا الاثنين ببعض؟ متى راح يضربوا الاثنين ببعض ويصير في يبلش في إيش؟ يبلش في تداخل؟ لما هاي القيمة اللي هي أوميجا زائد 2000 باي تساوي هاي القيمة، تساوي هاي القيمة. يعني لما أوميجا إيش بتساوي؟ لما أوميجا بتساوي أربعة ناقص 4000 ناقص 4000 باي. أوميجا تساوي ناقص 4000 باي،
هاي راح تعطيني ناقص 2000 ناقص 2000 واي اللي هي نفس هاي اللي هي نفس هاي. طبعا هذا السؤال يا اخوان من السنوات جاي من السنوات حرفي. فهاي الاوميجا تساوي ناقص 4000 باي، اوميجا تساوي ناقص 4000 باي، يعني بلشت من الناقص 4000، بلشت من الناقص 4000، التداخل بلش من ناقص 4000. ثبت التداخل للحظة لما صاروا سوا بعض، ورد رجع عند الناقص 4000، لا من ناقص 4000 من هون يعني. هيك وهيك، فواضح جدا انه الاوميجا سي هي ايش؟ ناقص 4000، 4000 باي. اوميجا سي هي ناقص 4000 باي، فعلى طول 2 باي اف الاس اقل من ناقص 4000 باي في 2، 2 2 بتروح، باي مع باي بتروح، اف الاس لازم تكون اقل من 4000 او ناقص 4000. يعني هي اف الاس ما هي موجب وسالب، احنا اخذنا القيمه السالبه من الاوميجا سي، فهاي هي النقطه، يعني اكبر قيمه لاف الاس عفوا شوي اف الاس شو لازم تكون؟ لازم تكون اقل اوميجا، اوميجا سي خذها بالموجب. اوميجا سي شو قيمتها؟ طلعت هون 4000، طلعت هون 4000 خاصية 4000، فعلى طول اف الاس ايش مالها؟ لازم تكون اقل من 4000. كانه مخربطين خربطه صغيره، مش مشكله الكل بلخبط. شوف هون اوميجا نوت لازم تكون اكبر من ضعفين اوميجا سي، اكبر من ضعفين اوميجا سي مش اصغر، يعني هاي لازم اكبر، هاي لازم اكبر. فبالنهايه انا هون انتبهت على غلط، هون لازم اكبر، طالب المينيمم، طالب المينيمم، انا طلعت الماكسيمم، فمش ظابطه. فهو فعلا لازم يكون هيك، لازم يكون اكبر من 4000، اكبر من 4000. يمكن هذا المثال شوي معقد لانه عملت كونفولوشن، وهذا انا حكيت لكم مش كثير بتكرر او مش كثير بيجي، لكن مش يعني مش هالشيء العظيم. انت لاحظوا ما احتجت اوجه الكونفولوشن، انا بس فكرت فيها تفكير متى راح يبلش التداخل، وهل راح التداخل يوقف عند الصفر. احنا خلاص نفرض انه دائما بوقف عند الصفر، يعني كيف بدي احكي، احنا فرضنا من البدايه انه ايفن، هو هيك الفوريير ترانسفورم ايفن، فكونه ايفن اول ما يبلش التداخل هي الاوميجا سي، اول ما يبلش التداخل هي الاوميجا سي. فمتى بلش التداخل؟ عند ال 4000 باي، عند ال 4000 باي. فانا على طول باجي احكي انه 2 باي اف الاس لازم تكون اكبر من 2 اوميجا سي اللي هي 4000 باي، اللي هي 4000 باي. ان شاء الله يكون هذا المثال واضح، هذا المثال سنوات والخيار 4000 موجود. احنا نعجقنا بسولافت ايجاد الفوريير وايجاد الكونفولوشن ونسينا، او يعني ما ركزناش على الاساس، الاساس تذكروا انه اوميجا سي مش هي 2000 باي. لاحظوا اوميجا سي شو طلعت عندنا؟ 4000 باي مش 2000 باي. الموضوع اختلف كليا. اوميجا سي بتجيبها من الفوريير، اوميجا سي بتجيبها من الفوريير، ما بتجيبها من السيجنال اللي هي بالتايم دومين. اتمنى انه يكون او انه كان شرح هذا كامل ووافي. مرة ثانية أي أخطاء نبهوني، الفيديو أخذ وقت أطول من المتوقع، مش مشكلة، هو شارح أنا بس في 5 صفحات، لكن حاولت أسهب فيهم في قدر الإمكان. إن شاء الله تكونوا خرجتوا من الفيديو بالفائدة المرجوة، ويعطيكم ألف عافية.